عزت كان صديق وكان أخ وكان أب وكان صاحب وكان كل حاجة. مش كل الأشخاص بيتفق عليهم برأي واحد، بس دايماً دكتور عزت فعلاً يعني ولا سمعنا ولا قرينا انه في حد حتى زعلان منه، حتى ولو حاجه ما ينامش عبرق. لو حد حس ان هو زعلان منه ما ينامش بجد، يعني يبقى ما يقولش. لكن بتحس ان في حاجه، ايه عزت مالك يا عزت؟ مش هيرتاح غير لما يصلح مثلا انه زعلني مثلا، ولا زعل منى ولا زعل امي. لما تموتيه ما ياخدش حقنه. اوكي، شوفي لما تقفي على شعر راسك كده مش هياخد حقنه خالص، مع انه دكتور. غريبه جدا. ولما يشوف دم ينهار، يعني عزت مش من فظيع، يعني ابويا كان كده على فكره. يعني ابويا كنا كل ما بنتبطح ولا دماغنا تتفتح ولا بتاعي يسيب امي هي اللي تتصرف، هو يقفل على نفسه الباب وما يقدرش يشوف حد فينا يقول اه. عزت بيتباهى جدا بالافلام بتاعته، فخور انه هو كان ممثل، حب اعماله كلها، وده تاريخه يعني طبعا. النهارده ده تاريخه. حد تعب كده وحضرتك بتقولي اللي هو كان بيفكر في حاجه مليون مره، اكيد مش هيبقى بالسهل عليه انه يقول لا. يمكن لا لا لا, 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 لا. عزت كان يعني الفيلم من المسلسل لفيلم ما كانش بيقعد في البيت خالص من كتر حبه في الفن. كده قبل ما انهي اللقاء مع حضرتك، هل مها ابو عوف راضيه عن التقدير والتكريم اللي ناله دكتور عزت ابو عوف سواء في حياته او حتى بعد رحيله؟ تكريم لا، عزت كان مستاهل تكريم اكتر من كده، بالذات في مهرجان القاهره السينمائي الدولي. اوكي، دي الدوره اللي بعد وفاته على طول بشهرين تقريبا. جولاي كان في نوفمبر. طبعا ده مش من مقام عزت ابو عوف، ده تكريمه ان انا احط شاشه ولا فيلم عنه ولا عن اي حاجه كده، ده كان غلط. تكريم يعني تكريم، حد بيتكرم. ده 7 سنين من احلى المهرجانات بالظبط اللي كان رئيسها، فده مش تكريم. يعني بلاش تكرموه كفنان، كرموه كرئيس مهرجان القاهره السينمائي الدولي. كتير اتكرم حياته، هيز هوم، بيته اللي المفروض كان يتقدر ويتكرم منه. انا طبعا متفهمه اللي حضرتك بتقوليه، بس يعني اللي بيغفر ده شويه انه اكيد حب الناس لحضرتك متاكده طبعاً من ده طبعا بيتجدد يوم بعد يوم، وهو دايما موجود بالزبط. باعماله حتى لو غاب عنه.